بسم الله الرحمن الرحيم. الحفل الكريم، الإخوة المتابعون في كل مكان، نتابع معكم شوط آخر وانطلاقة أخرى مع هذه الانطلاقات. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا هو شوط الرابع والخاص بالجدان المشتركات المفتوح والمركز الأول والصدارة مع جلمود. محمد بن سالم الجديلي هو اللي بدأ يتقدم ما شاء الله تبارك الرحمن. المركز الثاني يأتينا الدور المركز الثاني، ويأتينا في هذه اللحظات شاهين لعامر بن غانم بن مسعود العامري، بدأ يتقدم في هذه اللحظات. النقلة في المركز الثالث مع أبو ظبي لعلي بن سالم الربيعي راعي العاصمة اللي فازت في الشوط اللي طاف. يقدم لنا ايضا مشاهدي الاعزاء شعار اخر ربيعي، نعود وانتهي معكم. هناك الدخول مع سياف مبارك بن عبد الله العسكري، عودتنا للصداره، عودتنا الى جلمود لمحمد بن سالم الجديلي، هو اللي بدا ايضا بمجادله، اللي بدا يجادل الشوط بطريقته الخاصه، اللي بدا بمجادله في الميدان. الله الله، يا سلام يا الجديلي، يا سلام يا ابو سالم، اداء مميز يقدم لنا الجديلي بهذا الشكل الجميل المميز الكبير. المركز الثاني يأتينا دور شاهين عامر بن غانم بن مسعود العامري، وصل بدوره وانطلق. هناك ايضا دخول مشاهدينا من قبل غازي ليروان بن راشد بن قشيم الشامسي، يا السلام. راعي سياف اداء ممتاز. هنا شعار بن قشيم، شعار من الشعارات المميزة، شعارات التي تعرف طريق للانجازات. يا سلام شعار ايضا من قديم ايضا قدمه لنا في كل مكان. ولكن الشوط الاول، المركز الاول ما طاح يسلم الجديلي. الشوط الجديلي بدون مجادله الجديلي. سلام للسلطنه، سلام يا الجديلي، سلام يا السلطنه، سلام. تهانينا للجديلي، سلام محمد بن سالم الجديلي، وسلام للسلطنه، سلام. المركز الثاني جروان بن قشيم، المركز الثالث هناك الدخول من قبل شاهين محمد بن حمد بن مبارك الذي وصل في المركز الثالث. الذي وصل في المركز الثالث كان ايضا اداؤه ممتاز حتى خط النهايه 74 او 64. مشاهدينا في كل مكان، محمد بن حمد بن مبارك هو من تقدم بهذا الشكل. دقيقتين و18 يا شباب، دقيقتين و18 49، استاهل